سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير. ان شاء الله اليوم فيديو جديد. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيك كيجي غزاله البنات بزاف بزاف، والاهم من هادشي كامل انه اقتصادي، يعني ما فيش بزاف المكونات. المهم ما نطولش عليكم، غندخلوا مباشره في الوصفه ان شاء الله. اول حاجه البنات عندي هنايا كاس ديال الماء، كلشي العبار خديته بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. عندي هنايا كاس ديال الماء، عفوا كاس ديال الماء هكا معادي البنات من روبيني معادي. عندي هنايا زيت لوسيور حتى هي كاس، وعندي هنايا سكر سنيده حتى هو كاس. وعندي هنا البنات جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، جوج معالق كبار. وعندي البنات هنايا جوج ديال الشاسي ديال الخماره الحمراء، وعندي هنايا واحد فاني، وكذلك عندي جوج ديال البيضات البنات يكونوا بحراره المطبخ. وعندي هنايا هاد حبيبه ديال الشوكولا اللي كيجيو على الشكل بحال هكا البنات، هذا كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش ديروه يمكن لكم بلا ما ديروه، التزيين فقط. وعندي كذلك هنا في الابيض
good time for slot poker. Booga!